ايه اللي حصل يا شيخ؟ هو قياس بيشتغل احنا دخلنا بص لي انا وانت بتتكلم دخلنا على القسم يعني عادي بصينا ايه القسم اشتغل ايه بالمبرع وطلعت نار حية نار حية فعلا يعني والإخوة بدأت بأكتوب بتاعها يعني فبدأ الطيران الهليكوبتر بقى ايه بالناس مش هيع ناس كده طيران الهليكوبتر كانت توقف وتروح مصايبة الهدف وتمشي كان واحد يبقى واقف كده شايفه ايه الدم اللي على هدومك دوت؟ ده واحد سبيشال قناص من الطيارة وواقف معايا زي ما بكلمك كده لقيته اترمى بشيله لقيته ضربة في قلبه واتفرج رحت شايله وجريت بيه واحد تاني كان في جنبه كذا واحد بقى ايه حسبنا الله ونعم الوكيل شكرا.